يا شيخ عفى الله عنك، ما رأي فضيلتكم فيما يقوله بعض العامة عن الملتزمين الذين يضعون الإزار إلى نصف الساق؟ الذين إيش؟ يضعون الإزار إلى نصف الساق بأنهم مخالفين أو مبتدعين بهذه السنة، وقد يحذرون أبناءهم من مجالسة أي شخص يضع إزاره إلى نصف الساق. أرى أن هذا جهل منهم بالسنة. فالذي يقول إن رفع الإزار أو السروال أو الثوب إلى نصف الساق ليس بالسنة جاهل بالسنة، بل هو لا شك أنه سنة، لكنه سنة غير واجبة. يعني لك من نصف الساق إلى أدنى إلى الكعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن من نزل ثوبه إلى ما دون الكعب وسكت عن الباقي. ومن المعلوم أن الصحابة كان تنزل ثيابهم إلى أسفل من نصف الساق. أعرف هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده، إلا أن أتعاهده. ولو كان إزاره إلى نصف الساق لكان لو نزل إلى الأرض لبدت عورته، فدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم يلبسون هذا وهذا. والناس في هذا ثلاثة أقسام: قسم متشدد يرى أن هذه علامة المؤمن، وأن من لم يكن ثوبه إلى نصف ساقه ففي إيمانه نقص، ومنهم من على ضد ذلك يرى أن نصف الساق أنه شهرة وأنه لا ينبغي، وربما أنكر السنة كما قلت في هذا السؤال. ومنهم وسط يقول: السنة إلى نصف الساق، ولكن لو نزل إلى أسفل ولم يتجاوز الكعب فلا بأس به، ولا يقال إن الإنسان هذا ليس عن السنة ولا الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر. ونعلم من هذا الحديث الثابت في الصحيحين أن إزاره ليس إلى نصف الساق، لأنه لو كان إزاره إلى نصف الساق واسترخى عليه حتى يصل الأرض أو ينزع عن الكعب لازم من ذلك إيش؟ بدو العورة. نعم.